المستشارين أن التهمة واضحة كل الوضوح، ثابتة بما لا يدع مجالا لقول جديد، ثابتة من أقوال الشهود، ثابتة من اعتراف المتهمة بالقتل والاعتراف سيد الأدلة. إذا كانت المتهمة قد لزمت الصمت أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة، إذا كانت قد أحاطت نفسها بهالة من الغموض المثير، فإنما كان ذلك مجرد تمثيلية بارعة أرادت بها المتهمة أن تستثير الاهتمام وأن تستدر العطف. إنها لا تجد شيئا تقوله لكي تبرر جريمتها الشنعاء. لهذا فإنني أطالب عدالتكم بأن تأخذوها بمنتهى الشدة، فقد حاولت أن تضلل العدالة بتمثيلها وصمتها وألاعيبها، فمن الحق إذن أن تنال جزاءها العادل وأن تحكموا عليها بأقصى عقوبة يسمح بها القانون. الكلمة الآن للدفاع. يا حضرات المستشارين، قد يبدو للنظرة السطحية أن مهمة الدفاع في هذه القضية عسيرة شاقة، فأمام اعتراف المتهمة بالقتل قد يقال إن الدفاع لا يملك الحق في المطالبة ببراءتها. ولكن هل أنا في حاجة أن أذكركم يا حضرات المستشارين بأن المتهم قد يعترف كذبا بالقتل لحماية القاتل الحقيقي أو يفتديه؟ وقد يقتل الإنسان دفاعا عن النفس أو عن العرض أو عن المال، وفي هذه الحالة يكون القتل عملا مشروعا بحكم القانون. لا يكفي إذن أن تقول المتهمة أنها قتلت لكي نحكم عليها بعقوبة القتل، ولكن علينا أولا أن نعرف الظروف التي دفعتها إلى القتل. كده يا عمي أخرتنا زمان، سمير بيترفع دلوقتي. برضه أنا أخرته، والعيان اللي فيه كنت عارف فيه أطرده. دي أول قضية مهمة لسمير بيترفع فيها. ربنا يوفقه يا بنتي. كان يجب على النيابة أن تتريث قبل أن تقدم لحضراتكم هذه القضية المليئة بالثغرات والنقط الغامضة، وقد عجزت النيابة عن أن تجلو هذا الغموض أو أن تكشف عن الدافع إلى الجريمة. إن الإنسان لا يقتل بغير دافع يا حضرات المستشارين، والمتهمة تعلم أن إصرارها على الصمت بعد اعترافها بالجريمة يعرضها إلى أشد العقاب. يكون هناك دافع أقوى من العقاب نفسه يمنعها من الكلام. ما هو هذا الدافع؟ لماذا قتلت هذه المتهمة؟ ولماذا تصر على الصمت؟ ما هو السر الغامض وراء كل هذا؟ هل هناك شخص أو أشخاص تريد حمايته؟ هل في ماضيها القريب والبعيد تفسير لهذه الجريمة؟ هذه أسئلة بقيت بغير جواب، وكان يجب على النيابة أن تجد لها جواباً قبل أن تدفع بهذه المتهمة إلى ساحة القضاء. لقد قضت النيابة أياماً طويلة وهي تحاول حمل المتهمة على الكلام. ماذا كانت تصنع النيابة؟ هل يتفضل الدفاع فيدلنا على وسيلة التي كان على النيابة أن تلجأ إليها؟ النيابة هي المكلفة بإقامة الدليل، وكان عليها أن تستكمل جميع عناصر القضية قبل أن تتقدم بها إلى القضاء. لقد قدمنا الأدلة المادية، ولكن الدفاع لا يرد عليها إلا بخطبة حماسية جوفاء. أنا لا أقبل هذا الكلام من حضرة النائب المترافع، ولا أقبل أن يقاطعني. أنا لا أقاطع يا حضرات المستشارين، إنما أرد على هجوم الدفاع. أنا شايف المركز سمير حارك في القضية، ولو شايفك حيرتبك أكتر. أفضل إنك تروحي. حضرتك شايف كده يا عمي؟ أيوة أنا شايف كده. حاضر. وتتريث قبل أن تسوق هذه المتهمة إلى قفص الاتهام يحوطها الظلام الذي يسود محاضر التحقيق. النيابة تحتفظ بتعليقها إلى ما بعد انتهاء الدفاع. اتفضل يا أستاذ. إذا سمحت المحكمة ألتمس 5 دقائق استراحة. وهو كذلك رفعت الجلسة للاستراحة. اسمع يا ابني، أنا عايزك تطلب تأجيل القضية دي. ليه يا بابا؟ أنا شايف إن مركز المتهمة المسكينة أصبح ضعيف، وأحسن نستعين بحد من المحامين الكبار علشان يساعدك.
أنا مستعد أوكل معاك المحامي اللي أنت تطلبه. غريب، لكن إيه يا بابا سبب اهتمامك بالمتهم النهاردة؟ يا ابني أنا قلبي عليك، لو حد من المحامين الكبار خسر القضية مش هتأثر على مركزنا، لكن أنت لسه في مستهل حياتك. أنا متشكر يا بابا، لكن أؤكد لك إن مفيش أي محامي تاني ممكن يعمل حاجة أكتر من اللي هعمله. بلاش يا ابني القضية دي، أرجوك تطلب التأجيل. إيه الكلام ده يا بابا؟ المحكمة يستحيل توافق على التأجيل بالسهولة دي. محكمة! اتفضل يا أستاذ. كنت أتحدث يا حضرات المستشارين عن الدافع إلى ارتكاب الجريمة، وما دامت المتهمة قد آثرت الصمت والكتمان فلنحاول أن نتلمس هذا الدافع من ظروف القضية. وأنتم تعرفون جيدا من هو المجني عليه، إنه ذلك المبهم العريق، وقد هاجم المرأة المسكينة الضعيفة واقتحم عليها مسكرها، ومن يدري أهو أراد أن يسلبها مالها أو يعتدي عليها. هل يريد الدفاع أن يصور الحادث على أنه دفاع شرعي عن العرض أو المال؟ يا حضرات المستشارين، هل مثل هذه المتهمة عرض يصان أو مال يسرق؟ لعله أراد أن يستغلها في أمر غير مشروع، أو لعله هدلها فدافعت عن نفسها. إن نظرية الدفاع الشرعي يا أستاذ يهدمها من أساسها أن المجني عليه قد أصيب في ظهره، أي أن المتهمة قد طعنته من الخلف، فأين هو الدفاع الشرعي؟ ثم إذا كان هناك دفاعا شرعيا فلماذا لا تتكلم المتهمة؟ لماذا لا تقول لنا ذلك؟ إن صمت المتهمة لا يجوز أن يكون دليلا على انعدام الدافع النبيل. نوب ليه يا أستاذ؟ لماذا يستنكر النائب المترافع أن يصدر عن هذه المرأة تصرف النبيل؟ ما أكثر ما تخفي الأثمال البالية نفوسا نبيلة. هل تعرف شيئا عن ماضي هذه المرأة؟ ماذا كانت في شبابها؟ ألا يجوز أنها كانت من عائلة كريمة ساقتها ظروفها إلى هذا المصير؟ إننا لو عرفنا الدافع إلى ارتكاب الجريمة لاستطعنا أن نحدد حقيقة موقف المتهم، فالدافع في مثل هذه الحالة قد لا يكون مجرد ظن. ولا شفته ولا عرفاه، وهواه بيقول لي تعالي، وحروح له فين والسكة منين؟ ده حبيبي القلب الغالي، على بالي وشاغل بالي، على بالي وشاغل بالي.
ممكن اشتري ورده؟ ما انت اشتريت خلاص. معلش، في مانع اشتري كمان؟ يبقى كتر خيرك. تعرف ان صوتك حلو قوي. ميرسي. زي ما شفتكيش قبل كده. انا الدكتور احمد عبد الفتاح طبيب الجمعيه، واعرف كل الاعضاء. لازم انت مشتركه جديد. انا ايوه احنا مشتركين بقالنا شهرين بس. يلا بينا بقى. مدموزيل انت سيبك تاخدي الفلوس. بس ممكن بما ان زميلك في الجمعيه اتشرف في معرفه اسم العضوه الجديده. فاطمه. ايوه فاطمه السيد بنت عبد الفتاح باشا السيد. تشرفنا. وحضرتك؟ انا سعاد صاحبتها. بنت مين؟ بنت عبد الحميد بيل القاضي. القاضي ايوه قالت القاضي اللي في بني سويف. تشرف. اسمح لنا. اتفضلوا. انت ايه التلبيخ بتاعك ده؟ باشت ايه وبي ايه؟ انت طول عمرك هتفضلي فشاره؟ يا شيخه سيبك دي ليله في العمر، هنخسر حاجه، خلينا نتبحبح. اوديني. مش عاوز تجري رجليك قوي. بس مع مين؟ تروح تطلب بتاعه بني سويف وانا هطلب صاحبتها. يلا بينا. ابتدي نعرف الحقيقه دلوقتي. يبقى مركزنا ايه؟ وهم هيشوفونا فين تاني؟ مش جايز يجي سمعان ويشوفنا ساعتها يعرف ان احنا كدابين ومفشرين. الشيخ ابي قابليني. اسمحي يا مدموزيل. افندم. قصدي يعني تسمحي بالرقصه دي؟ سعايا. اسمحي نرقص سوا. قوي اتفضل. اتفضلي. شعور ان انا قابلتك وشفتك قبل كده. فين؟ فين وازاي وليه وامتى؟ معرفش. الحقيقه انا كنت لا 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 ما تعبيش نفسك. انت قطعه ما شفتنيش قبل كده. امال شفتني فين؟ اقول لك يا ستي، انت سمعتي عن حاجه اسمها تناسخ الارواح؟ يعني يجوز نكون اتقابلنا في صوره تانية في عصر تاني قبل ما نتولد. هو حضرتك دكتور روحاني؟ ليه؟ علشان بتتكلم في الأرواح. قصدك يعني من الجماعة اللي بيحضروا الأرواح؟ الله. أمال إيه؟ لا أنا طبيب باطني. أنا آسفة يا دكتور. مدموزيل فاطمة، تعرفي إنك أنت أول واحدة أقابلها وأشوف فيها عدم التكلف والبراءة والصدق. أيوة والله العظيم، أنا ما بحبش الكذب أبدا، وطول عمري أقول الحق. دي من احسن الصفات اللي تعجبني في الست. الواحد ياما شاف ستات كتير حلوين ومتعلمين ومن عائلات كبيره، ولكن عيبهم التكلف والغرور والفشل، والحاجات دي بتضيع 90% من قيمه الست. وده اللي خلاني ما اتجوزش لحد دلوقتي، مع اني يعني صغير. لكن انت مش كبير. طب تديني كام سنه؟ 35 سنه؟ لا هما 36 سنه وكم شهر كده يعني. انا لفيت جاردن سيتي مرتين دلوقتي وانتوا مش عايزين تقولوا بيتكم فين. اصل جاردن سيتي شوارعها اتوه خصوصا بالليل. لازم لسه ساكنين جديد. اسم الله عليك يا فاطمه، ما احنا قدام عمارتنا اهو. ايه الله، وساكته ليه ما تتكلمي؟ انت ادتوني فرصه اتكلم. احنا من ساعه ما ركبنا العربيه وانتوا نازلين رغي ولا كاني هنا خالص. طيب يا ستي معلش حقك عليا. متشكره قوي، تصبح على خير. فاطمه فين اشوفك امتى؟ تشوفني؟ ايوه عشان نكمل كلامنا. اصلي متاسفه سعاد. وبعدين معاك يا فاطمه احنا اتاخرنا خالص. طيب على الاقل اعرف نمره تليفونك ايه. تليفون؟ تليفون يا خبر. انت عايز ماما تموتها؟ انما يعني اذا كان ولا بد هات انت نمره تليفونك وفاطمه تكلمك. صحيح هتكلمي يا فاطمه؟ تصبح على خير. مع السلامه. الله جرى يا استاذ، فين نمره التليفون؟ تليفون؟ ايوه اتفضلي. ميرسي قوي. you
خير يا عم. مساء الخير يا دكتور. خير يا ماما؟ انت لسه صاحيه؟ انت اتاخرت قوي الليله دي يا ابني. وانت عارفه الحفلات اللي زي دي. اتعشيت؟ الحمد لله اتعشيت. طيب روح نام وارتاح. تصبح على خير يا ابني. وانت من اهلي يا ماما. اذا يا دكتور احمد ربنا يرزقك ببنت الحلال. يا ريت يا دادا علشان قلبي يرتاح. بيخوف ده احمد زي الملاك. ولما الملاك ده يكتشفنا ويعرف ان احنا كنا بنغش ونكذب عليه، لو كان بيحبك هيقول دمك خفيف، وكان ما بيحبكيش يبقى يغور في 60 داهية بعد الشر كده. عيني يا عيني. هي الله السنارة غمزت. سنارة ايه؟ مش عليا انا الكلام ده. انتوا من ساعة ما شفتوا بعض وانتوا نسيتوا الحفلة واللي فيها. وهاتك يا رقص. ويجرى ايه لما نرقص؟ وانت كمان ما رقصتيش مع صاحبك. ايوه ايوه كنت عمالة تقصي مع صاحبك. ايوه بس يعني بس يعني انت عارفة ان قلبي مشغول وعباس حبيبي ساكن فيه. ثمنها كام دي؟ 15 قرش. ما تنفعش. ما تنفعش. ها؟ يا مدمازيل سعاد عندك يومين خصم. ليه يا فندم؟ يوم عشان سبت الزبون من غير ما يشتري، ويوم عشان اتريقتي عليه. يا فندم انا بقالي ساعة عمالة حايل وسايس فيه مفيش فايدة. اتفضل. الله. قلت لك انا عاوز حاجة على ذوقك انت يا مدمازيل. كلهم كويسين، اللي تعجبك تشتريها. بس انا يعجبني يعجبني ذوقك انت يا مدمازيل. اتفضل. الله حلوة جدا، بس عشان من ايديك الحلوة. ميرسي. الخزنة هناك. كيف؟ مالك انت كمان؟ مفيش زبون يشتري من سكات ويمشي. كويس انه اشترى. الضرر البائع اللي ما اشتراش بيتخصم له يومين. اتخصم منك يومين؟ ايوه. مقصوف الرقبة المدير. شافني وانا متضايقة من زبون ما اشتراش ويطلع عيني. وبعدين؟ ولا حاجة، فضلت وراه لحد ما لحس اليومين. ابدا ربنا يتوب علينا بقى من الشغلانه دي. اهي هانت يا فاطمه. هانت ازاي؟ بكره نتجوز، وزي ربنا ما رزقني بعباس هيرقد. هو عباس طلبك للجواز؟ طبعا ما دام بيحبني وبحبني. ما قلتليش ليه يا بكار؟ اصله بعت جواب لابوه منتظر الرد. اصلهم عيله غنيه خالص، عيله ذواتي قوي. الف مبروك يا سعد، ربنا يتمم بخير. بس يا فاطمه عقبالك. انما قولي لي انت مش هتتصلي بالدكتور احمد؟ مش عارفه يا سعد، انا فكرت كتير في الحكايه دي. قولي لي ايه رايك؟ انا رايي يعني انك تكلميه. هو مش ادانا نمره التليفون؟ اه. وقال لك كلميني. اه. يبقى خلاص لازم تكلميه احسن بعدين يا سعد. اكلمه اقول له ايه؟ قولي له قولي له ازيك. وبعدين تعيشوا بتبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. سعاد. وتوتا توتا فرغت الحدوته. هنتغدى ايه يا سعاد؟ فراخ طبعا زي كل يوم. يلا يلا. والله دماغك ناشفه قوي. واحد يكون وحياتك. ايوه حاضر. جاي. مش طبعا. ايوه ايوه حاضر. الله مطلوب. واحد عندك اثنين. واحد ايوه جاي. ايوه الدكتور احمد بيه؟ الدكتور بونجور يا فندم. انا سعاد صاحبه فاطمه هانم.
ايوه ايوه ميرسي قوي. ايوه يا فندم هي هتكلمك. الو دكتور احمد ازاي؟ عندك حق حار. وانت كمان وحشتني. لا ما اقدرش اصل اصلي مشغوله. ايه بتقول ايه؟ بقول اني مصمم اني اشوفك طبعا النهارده. لا ارجوكي لاني مش ضامن اعيش لبكره لو مش شفتكيش النهارده. طيب عشان خاطرك انا هفضي نفسي. الساعه 5. ايوه حاضر. فين؟ جاي كازينو الحمام. ايوه طبعا عارفاه. حاضر. ورجعت بعد 3 سنين من المانيا بعد ما خدت الدكتوراه وفتحت عياده في مصر. وبعدين؟ وبعدين بقالي دلوقتي 3/4 ساعة اتكلم فيها عن نفسي. تفتكري ده عدل؟ تعرفي كل حاجة عني ومعرفش حاجة عنك؟ عاوز تعرف ايه؟ كل حاجة عن ظروفك وحياتك. ما اظنش في حاجة تهمك. كل حاجة تخصك تهمني. أنا في الحقيقة دكتور أحمد كان لازم أقول لك لأني مكسوفة من نفسي ومن مكسوفة انك خرجتي معايا. يا ستي الدنيا اتغيرت، احنا دلوقتي سنة 30. لا انا عايزة اقول لك حاجة يمكن تخليك تتضايق مني. مفيش حاجة تضايقني منك ابدا الا حاجة واحدة، انك تكوني مخطوبة او تحبي واحد تاني. ابدا انا ولا مخطوبة ولا بحب. خلاص ده كل اللي يهمني دلوقتي، وارجوك ما تقوليش حاجة تضايقني النهاردة لاني سعيد بوجودك معايا. عشان جايه للدرجه دي. لكن انا ما اعرفش ناس. امال كسبتي ازاي؟ عشان انت واقف جنبي. هقف جنبك على طول العمر. الله شوف يا احمد قد ايه حلوين. حلوين قوي. شفت ازاي؟ الوقت سرقنا بسرعه ونسيت اقول لك حاجه مهمه قوي. السعاده هي اللي بتنسينا كل حاجه. أنا كمان كنت ناوي أكلمك في موضوع يهمني إحنا الاتنين. موضوع إيه يا أحمد؟ قبلة، كنت عايزة تقولي حاجة؟ بعدين؟ بكرة؟ إحنا هنتقابل كل يوم؟ كل يوم وكل ساعة لحد ما نتقابل على طول، ولا نفترقش عن بعض أبدا. أحمد، أحيانا الإنسان بيتورط في حاجات كتير، وبعدين يندم عليها. لازم تعرفي إن قلبي هو اللي بيتكلم. أنا ما أقصدش أنت، أنا في حاجة يا فاطمة؟ بكرة أقول لك، تصبح على خير. وأنت من أهلك. Thank you.
صباح الخير. صباح الخير. تفضل. خمس دقائق تأخير. أنا أسف. مالك يا فاطمة؟ ولا حاجة. لا أنت مش زي عوايدك. في حاجة مضايقاكي؟ دكتور أحمد، أنا لازم أعترف لك بموضوع كان لازم أقوله لك من زمان. أنا مش بنت باشا ولا حاجة. أنا واحدة فقيرة يتيمة بشتغل بياعة في محل سمعان. كده يعني كنت بتضحكي عليا طول المدة دي؟ أنا أسف. حضرتك عارف إن سعاد هي اللي ورثتني، كانت بتهزر وأنا ما كنتش عارفة إن إحنا هنتقابل تاني ولا هنكون بينا. وبعدين؟ أنا أعتذر إذا كنت ضايقت. أوعدك إني مش هضايقك بعد النهاردة. عن إذنك. استني كده أفندم. أولاً أنا عارف إنك بتشتغلي في محل سمعان. ثانياً أنا كنت منتظر اللحظة اللي تعترفي لي فيها بنفسك. ثالثاً ده يدل على نبل أخلاقك. رابعاً أنا بحبك وعايز أتجوزك. موافقة ولا لأ؟ لكن أنا ما تقوليش حاجة. موافقة تتجوزيني ولا لأ؟ قولي أيوه. دي الكلمة الوحيدة اللي كنت عايز أسمعها منك. أيوه. موافقة؟ ما تقولش كده. أنا ما كنتش أرضى تسيب شغلك. ده إحنا بنمضيه هنا في مينا هاوس. ده أنا كل أيامي معاك شهر عسل. تحبي أوديكي فين؟ وديني مطرح ما توديني. وانا وياك ولا حسيت ابدا
حياك يرضيني وحياة حبك ونعيم قربك وحياة حبك ونعيم قربك إن كان أحل اوعى تصحيني هسميك سمير لكن الباشا ابوك مرضيش وسماك احمد خلاص ابني اسمه سمير سمير احمد عبد الفتاح ربنا يكبر بخاطرك يا ابو سمير معلش 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 سعيدة يا سمسم
عشاني انا؟ ايوه. طب خدي بالك من سمير. الو مين؟ عباس؟ عباس مين؟ عباس ابو الذهب اجوز سعاد. ايوه سعاد عبد الحميد، هي طلبت مني ان اكلمك بالتليفون لانها عاوزه تشوفك ضروري. اصلها عيانه، عيانه قوي. هي عندها ايه؟ ايوه طبعا عايزه اشوفها. اديني العنوان من فضلك. شارع جلال نمره 6 الدور الثاني بانسيون السعاده. دي كلها ولا حس ولا خبر، وكمان داعي ما تبعتليش. لكن مين اللي قالك ان انا هنا؟ انا يا سعاد. وعرفت عنوانها ازاي؟ اللي يسأل طبعا ما يتوشي. والدكتور احمد بيه راجل مشهور قد الدنيا. ليه عملت كده ليه؟ الله سعاد. لمصلحتك يا سعاد، انت دلوقتي محتاجه العلاج والادويه، وسبق قبل كده كلمتيني كتير عن فاطمة هاني منها تقدر تساعدك. لكن انا ما كنتش عايزاها تعرف مكاني ولا تجيني هنا ابدا. اخص عليك يا سعاد، انت اختي. ارجوك يا فاطمة، دي اخر مرة تيجي فيها هنا. الله، انت بتعملي كده ليه؟ انت زعلانة علشان بيتك البيت؟ ابدا انا مش قادرة افهمك ايه، بس روحي دلوقتي بيتك بسرعة. سعاد اعملي معروف يا فاطمة، ابوس رجلك يا فاطمة، اعملي انا ما تجيش يا فاطمة. ما تقعديش ما تجيش نفسك، انت لسه تعبانة. طب ايه ده؟ ايه؟ هجيب لك الدواء. طلعت. فاطمة هاني. أفندم. ما تاخديش على خاطرك من سعاد. والله سعاد بتحبك ودايما تجيب في سيرتك. بس أصلها اليومين دولت حالتها صعبة شوية. خصوصا لما مات ابننا. يا حبيبتي يا سعاد. مسكينة. مسكينة أوي. والله الحاجة تتصل على الكافر. تصوري إنها ما بتكلمش حد أبدا. ولا بترضى تاكل، ولا بتشرب. وده طبعا أثر كتير أوي على صحتها وهي عيالها. بقى كل ده يحصل لها وأنا مش عارفة. ويا ريت هذا كده وبس. بقى تبصت ليها. هانجة. عاوزة تكسر الدنيا. عاوزة ترمي نفسها من الشباك. مسكينة يا سعاد، مسكينة. كيف يا فاطمة هانم؟ لا ميرسي، ما بشربش. عارفة يا فاطمة هانم؟ لولا العشرة وحنية قلبي، أنا كنت بلغت عنها وخدوها مستشفى المجانين. لا اعمل معروف، حرام عليك. أنا هجيب لها أحسن دكاترة في البلد، وهجيب لها كمان الدكتور أحمد جوزي. جوزك؟ لا أرجوك يا أبوس إيدك. ليه؟ في إيه؟ في إيه؟ دي كانت تموت نفسها. أصلها في الحقيقة محيراني خالص. طب والعمل؟ والله ما أنا عارف أعمل إيه دلوقتي. أنا بفكر أوديها مصحة، بس المصحة مصاريفها كتير. مالكش دعوة بالحكاية دي. أنا هدبر المبلغ من تحت الأرض. بس أرجوك تاخد بالك من سعاد كويس. أنا بعزها خالص. سعاد في عينيا الاثنين، ربنا ما يحرمكم من بعض. كتر خيرك، تسمح لي اروح بقى؟ تمام كده. معلش. كتر خيرك. نعم. مع ألف سلامة.
فارسي. ممكن ده يحصل؟ مش ممكن. لكنه حصل يا دكتور. ومين اللي فضحتنا في الجرائد وفي الدنيا كلها؟ مراتك. ماما. عرضك وشرفك. شرفنا كلنا. هنودي وشنا من الناس فين؟ أنا قلبي كان حاسس من الأول. ياما قلت لك إن دي الماما وملهاش أصل ومش هينبنا منها إلا الفضيحة والعار. كفاية ماما. كفاية. أحمد. اسم العيلة وشرفها بين ايديك دلوقتي يا حبيبي. طلقها. طلقها دلوقتي. دلوقتي حالا. وخد ابنك وسافر بره. سافر. أيام بطلب منكم تتصلوا بجوز الدكتور أحمد. تعالي أنت هنا قدامي، وأنت يا سعاد ما تشاويش فرج. يا فندم. نفذ أمر النيابة، وخد دول كلهم رحلهم على السجن. حاضر يا فندم، يلا. يا ست فاطمة، إحنا اتصلنا في بيت جوزك أكتر من مرة. كل شوية. اللي علينا عملناه. الله. مش ممكن. إزاي؟ إحنا جالنا أمر من النيابة بالإفراج عنكم أنتوا الاتنين لعدم ثبوت تهمة ضدكم، لأن التحريات أثبتت صدق أقوالك يا ست فاطمة. وأنت يا سعاد. النوبة دي مرضك هو اللي انقذك، ابعدي عن الطيار ده احسن لك. لكن في ورقة استفاطمة لازم تستلميها قبل ما تمشي. اتفضلي انت. ميرسي. بتسألي عنه ليه؟ بسأل عن جوزي اللي سابني مرمية، وبدل ما يسأل عليا بعت لي ورقة الطلاق. وبعتها لك فين؟ في الاسم. اللي كنتي محجوزة فيه. أرجوك اديني فرصة أشرح لك الموضوع. الموضوع مش عايز شرح. لكن أنا طلعت براءة. فين أحمد علشان أقول له؟ أحمد طلقك خلاص. إزاي يطلقني من غير ما يعرف الحقيقة؟ طلقك عشان يخفف الصدمة اللي كانت هتقتله. عشان يصلح الغلطة اللي اتورط فيها. يا ناس التحقيق أثبت براءتي، ليه مش عايزين تصدقوني؟ أنا مظلومة، مظلومة. أنت فجرة. يا هانم. خاينة. أنا عمري ما خنت أحمد ولا فكرت أخونه، وحياة سمير ابني. سمير ما بقاش ابنك. إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ سمير مش هتشوفيه أبداً. أنت متي. فاهمة يعني إيه متي؟ سمير هيفضل ابني طول ما انا عايشه، فاهمه يعني ايه ابني؟ ابني. امشي اطلعي برا. انا مش قادره اقنعك ببراءتي، لكن احمد هيصدقني. قلت لك امشي اطلعي برا. مش ممكن، لازم اشوف. اطلعي برا. اطلعي برا. اطلعي بيكم. ابني.
ابوك بين ابني ابوس ايدك بين ابني سمير دهدا بين ابني يا دهدا تحكمي عليا بالآداب فين ابني سمير مش هنا طب هو فين علشان اروح له عايز اشوفه عايز اسمع صوته قلت لك انت ميته بالنسبه لسمير مش ممكن مش ممكن تحرموني منه سمير ابني ولازم يعيش معايا وان برضتوش تدهولي هاخده منكم بالقهوه بالبوليس بالمحاكم سمير ابوه خده وسافر لا لا مش صحيح انت بتكذبي عليا انت كدابة 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 اخرسي يا مجرمة انت 60 كدابة بكرة في الفجر المركب هتقوم بيهم من اسكندرية على اوروبا اوروبا سمير 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 أنا خلاص ما بقاش حيلتي حاجة لازم أدور على شغل أخصى عليك يا فاطمة ما أنا بشتغل أهو والقرش اللي بيجيني بيقضينا والقرش ده بيجيلك منين؟ من شغلك في الكباريه تفتكري أنا مرتاحة لشغلتك دي؟ أنا اللي بشتغل مش أنت ومع ذلك ده اللي قدامي كنا نموت من الجوع بس عندك حق أنا كنت فكرت أشتغل معاكي في الكباريه لكن ما قدرتش فكرت في ابني سمير لما يرجع فكرت في سمعته عملتي عين العقل يا فاطمة سمير بكرة يرجع ومش هيقدروا يحرموكي منه لأنك بريئة ومظلومة عشان كده
أنا كل يوم بروح عند البيت هناك، يمكن يكون رجع. أنا لسه جاية من هناك دلوقتي. طبعا مقفول وضلمة. حبيبتي بس يا فاطمة، بس تعالي تعالي يا فاطمة، اقعدي بس، بس يا فاطمة بس. وإيه آخرة العيادة؟ خدي يا حبيبتي. لا لا يا سؤال، سيب حيدة فوق يا حبيبتي. لا مش قادرة اسمع، غصب عني سمير ابني حتة مني، ازاي يحرموني منه؟ لكن ضروري هيسأل علي، مش كده يا سعاد؟ هيقول لهم فين ماما؟ لكن ساعتها مش هيلاقيني. بعدين معاك يا يا حبيبي يا ابني. خدي دول كمان يهدوكي. لا 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 هيهدوكي، بس خدي. لا اشرب. روقي دمك عشان خاطري، انا عايزه انزل. Thank you.
ياه ايه ده يا سعاد؟ مش قادره افتح عينيا من النور. حبيبتي اصحي ساعه بعد 12. خبر دماغي، دماغي هتتفرتك من اللي بتعمليه في نفسك. وانا بعمل ايه؟ بتشربي كل يوم لوحدك ازازه كونياك. وانا بشرب ليه؟ مش علشان انسى واتخمد وانام. ده لو كنت عارفه كده من الاول كنت شربت من زمان. يا حبيبتي الخمره اخرتها وحشه، انت عايزه تموتي نفسك يا فاطمه. عندك حق يا سعاد، ما انش الاوان علشان اموت. لسه املي ما اتحققش، لسه سمير ابني ما جاليش وقال لي يا ماما. حبيبتي بس يا فاطمه. طيب انا نازله البروفه. بروفه؟ مش لسه بدري؟ هفوت على الدكتور. ليه؟ اصل جنبي طول الليل بينقح عليا ما نايمنيش. بعد الشر عليك يا حبيبتي. الشر عنك. مع السلامه. الله يسلمك. إن شاء الله بخير، بس لازم ترتاح وتداوم على الأدوية دي بانتظام، وخدي بالك كل ما يجي لها دور ضيق التنفس تكسر إزازة من الدواء الأخراني ده وتشممها لها عشان يفتح شرايين القلب ويريحها. نامي يا حبيبتي ارتاحي ارتاحي.
الست محاسن صاحبة الصالة. نهارك سعيد. أهلا وسهلا أفندم. أنا جاية من طرف سعاد، أصلها تعبانة قوي محتاجة الأدوية ومصاريف، وبعتني علشان أطلب سلفة. أنا شاطرة مش فاتحة جمعية إحسان. لكن دي بقالها شهرين عيانة، وأول ما تخف هتشتغل وتسدد لي. ما كانش ينعز. كتر خيرك. اسمعي يا عروسة، تعال. أفندم. لما ساعات بتهمك للدرجة دي ما بتديهاش انت ليه؟ يا ريت، اللي كان عندي كله راح. طب ما تشتغل عندنا في الصالة، وانا مستعدة اديك اللي انت زاه. اشتغل؟ اشتغل ايه؟ اشتغلي زي صاحبتك سعاد، انت صغيرة حلوة ومش ناقصك حاجة ابدا. كتر خيرك. فكري على مهلك، الفلوس والشغل تحت امرك في اي وقت، فكري كويس. سعاد مالك؟ مالك؟ الدواء خلص، هدي الدواء بسرعة من الأجزاء بسرعة يا فاطمة، هموت. حاضر، هجيب لك الدواء حالا حالا. Thank you.
ظبطهم. انت ايه اللي جابك هنا؟ برضه كده الناس تقابل اصحابها؟ انت ليك عين توريني وشك؟ مش كفايه اللي جرالي بسببك؟ عايز ايه مني تاني؟ اتفضل اخرج بره. ودي تيجي برضه؟ اسمعيني كويس وفهميني يا بنت الناس، انا قصدي شريف. انا مش عايزه منك حاجه، مش عايزه اسمع منك حاجه. كده؟ خساره يا ميت خساره. وانا اللي قلت لنفسي يا واد يا عباس قال لي ما فيها تروح تدور على فاطمه، يمكن تكون محتاجه حاجه. انا مش محتاجه لحاجه، ابعد عني. يا فاطمه انا قصدي شريف. اخرج. اقفل الباب بلاش لعب عيال. كده؟ يعني مش عايز تخرج؟ بكر يا بكر. تعالي ناس الشمس. تعالى خرج الراجل ده من هنا. وقف، هو فين؟ مين؟ عباس بيه؟ لا مؤاخذة عباس بيه، مش واخد بالي، ده حضرتك بتحبيني، والله العظيم انت صاحبي، لا مؤاخذة يا بيه، انا ده عباس بيه صاحبي، لا مؤاخذة عباس بيه. ابعد عني، ما تمسكنيش، سيبني يا مجرم. انت يظهر ما تعرفينيش كويس. انا هعرفك بنفسي عشان ما تغلطيش معايا مرة تانية ونخسر بعض. انا عارفاك كويس. يا فاطمة انا ماليش ذنب في اللي حصل لك. انا كان قصدي شريف. وقصدك الشريف ده هو اللي خرب بيتي وحرمني من ابني طول العمر، مش كده؟ هو احنا الاتنين دلوقتي بقينا في الهوا سوا. انا كمان خدوا مني فلوسي وسجنوني. عشان كده انا جاي اتفق معاك نحط ايدينا في بعض ونرجع اللي خسرناه. تعرف ان ما خرجتش من هنا انا هندهلك البوليس. اسمعي انا طولت بالي عليك كتير قوي. انا ما اتخلقش اليوم في صاري. انا معروف كويس في اعمال الدين ومصوجر في الصلاه زي الجنيه الذهب. البنات اللي زيك بيدفعوا لي فرده من كل قبضيه. فرده؟ ليه بقى؟ عشان بحميهم. بتحميهم من مين؟ من ولاد الحرام اللي زيي. وهم مين بيحميهم منك؟ انا برضه. يعني انت عايزني ادفع؟ يا اخي ده بعدك. هتندمي يا فاطمة. ليه بقى؟ صعبان علي العينين الحلوين دول والوش الابيض اللي زي طبق القشطة. ديتهم نص فرانك مية نار ويتشلفطوا. ده انت تروح في 60 ده. وانا مالي وانا هعمل حاجة؟ انا هبعت لك عيل صغير يطصك في خنقتك ويجري ولا من شاف ولا من دير. قلت ايه؟ بكرة بالليل هستنى الفلوس، يا تدفعي يا ابعتلك العيل الصغير. لحد دلوقتي زهقت من القعده، بقالي 3 أشهر وزياده رقت. ما دريتيش؟ خير. عباس ابو الدهب ماله؟ ظهر النهارده. شفتيه فين؟ في الصاله. رجع لشغلته القديمه. فاطمه احنا لازم نسيب الصاله. ليه؟ نشتغل في اي صاله تانيه. انت دلوقتي بقيتي مغنيه كويسه وكل الصلاه بتتمناكي. احنا هنفضل نشتغل عند محاسن. انت خايفه منه ليه؟ هو لو عندك حاجه ده كلب ولا يسوى. قطع. انا اتمنى العمى ولا اشوفوش. هو انا انسى اللي حصل منه؟ انسى يوم ما هربت من جنبك بالليل ورحت له عشان يتجوزني زي ما وعدني، ضحك عليا وطردني من بيته في نص الليل، ولولا ان ابني مات من رحمه ربنا كان زمانه عايش ملوش اب. رفض يتجوزني بندل، خلاني عايشة معاه من غير جواز لحد يوم المصيبة اللي حصلت لك، وأنا كنت السبب. ربنا ينتقم منه. على العموم أنا بهدلته النهاردة في الصالة وفهمته إنه مش هيقدر ياخد مننا مليم واحد. خده ربنا. أنا هنزل الشغل معاكي بكرة. لا يا سعاد، أنت لسه تعبانة، ارتاحي لك كمان يومين ثلاثة. أنا عارفة عباس كويس، لا يمكن أسيبك معاه لوحدك. أنا قد قدود، أنا ما يهمنيش حاجة أبدا في الدنيا دلوقتي. لا يا فاطمة، انت ليك ابنك وربنا بإذن الله حينولك أملك ويرجعه. الكلام ده كان زمان يا سعاد. أنا دلوقتي مش فاطمة بتاعت زمان، أنا شمس المغنية في الكبريهات. مرضاش أبدا لابني سمير أن يكون له أم زي يا
وحشاني يا حبيبتي. بالحضن بالحضن يا حبيبتي، وحشتني ايامي. ايامي بالصوت يا عمري. حتى انت كمان يا سعاد. انت جاي هنا ليه وعايز ايه؟ جاي لك انت. عايزك انت. هدي نفسك هدي نفسك، ما تخافيش. روحي شوفي لنا كوبايتين عشان نشرب كاس سوا. بتنسيتي ولا ايه؟ انا لو انسى الدنيا كلها ما انساش اجرامك وسفالتك. كده. ده انت حافظه كويس قوي. هي فاطمة حفظتك الدرس ولا ايه؟ الدرس اتعلمناه على ايديك اللي عايزه اقطعها. ما بلاش قلة ادب بقى. انت لو تعرف انا جايلك عشان ايه؟ ما كنتش قلت كلمة من اللي انت قلتيهم دول. يا فندم. اهو كده نعرف نتفاهم. اقعدي. مش قاعدة. بلاش وعد. انا يا سعاد قصدي شريف. وبحبك. وعاوز اتجوزك. تتجوزني؟ ايوه. على سنة الله ورسوله. لا يا شيخ، من امتى؟ تكونش فاكر ان تحت القبه شيخ؟ اطمن، انا وفاطمه ما حلتناش ولا مليم. طب وماله؟ انت وفاطمه كفايه عليا، انا مش طماعه. كده؟ يعني عايز تتاجر فينا احنا الاثنين؟ يا بنت الحلال، هو انا قلت كلمه من اللي انت بتقوليها؟ اخرج بره يا مجرم، اخرج. ما قلنا بلاش بقى قله عرب. الله، اطلع بره. مستني ايه؟ بلاش جواز. اتبسطتي؟ بس يكون في علمك تقولي لصاحبتك انها تحضر المعلومه لليلالي. طلع نقبك على شون. حب اقول لك اني راجعه الشغل لليلالي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اعملي حسابك انت كمان هتدفعي المعلوم. ولا اقول لك انا حاسب لك انت اول قضيه عشان ايمن العايم. لا والله فيك الخير. شفت ازاي انا قلبي حنين؟ اتفضل اخرج بقى لاني مانيش فاضيه لك. رابط كلمني هنا. انت نسيتي مننا وبن بعض؟ طب عارف لو كنت عايش من بلد؟ علي معلوم كل الناس. اسمعي كلمني من بلد. اطلع بره. خارج. حظك وحش. وبعدين معاك؟ عايز ايه مني تاني؟ ما تخافيش. عاوز الحاجة اللي جبتها. خسارة فيكي. الليلة دي البنت فاطمة لازم تدفع الفلوس والا مش هيحصلها. طيب طبعا عيب، احسن يطمع فينا الكل وبعدين ما نعرفش نكلمه. جاي. عندك حق. اهي جاية اهي. الفلوس اللي قلت لك عليها؟ ما جبتش حاجة ومش هدفع حاجة، ابعد عني غور من وشي. طب وطي صوتك وطي صوتك. بعدين هنبقى نتحاسب. ما نتحاسبش دلوقتي ليه؟ خايف من ايه؟ خلاص يا بنت، انت بتعلي صوتك عليا، هتدفعي رجلك فوق الارض. وحياتك ولا واحدة في الصالة هدفع لك بعد النهاردة. كده؟ أيوة وريني شطارتك إن كنت راجل. بقول لك اسكتي. مش هسكت يا عواطلي يا ورطاجي اللي عايش على قفل الفرد. الحكم في قضية مصر على قصة عماد الدين، الأشغال الشقة المؤبدة لعباس أبو الدهب وجميع أفراد عصابته. الحمد لله استريحنا منهم، أهم غاروا في 60 داهية مطرح ما راحوا. Thank you.
روح لحد قهوة بايرن ونشوفه، وما تسيبهاش إلا ما تيجي. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. ست شمس نمرتك نمرتك يا ست شمس. ومضى 20 عاما من الشقاء والحزن. انت اللي هتتاخر على المحكمه بتاعتك. استاذ سمير الغرفه عشان حضرتك. شكرا. خير يا ترى من مين؟ ان شاء الله خير. الله ده من عايده كده. هات بابا يمكن في سر. على بابا. اسمع يا سيدي، الاستاذ سمير المحامي، كل سنه وانت طيب. اصل ظهر اليوم انا والعائله الاحتفال معك بعيد ميلادك. عايدة عال الليلة هعلن خطبتكم. اركب بالمرة نفوت على محلات دينوس نختار الجهاز.
جماعة، الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أعلن لكم خطوبة ابني سمير على الأنسة عايدة يسري. وبإذن الله حفلة الجواز قريب جدا إن شاء الله، كلكم مدعوين. مبروك يا سمير. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا عايد. الله يبارك فيك يا عم. فلوس اهي. أم غريبة تضحك؟ أنت بتضحك؟ أنا خلفته أول مرة في الخياطر يشوفك تضحك. أنا الليلة دي مبسوطة أوي. أنا أسعد واحدة في الدنيا. خمسين يا أمي. Thank you.
خير يا ست فاطمة. انت مين؟ عباس، عباس ابو الدهب. عباس، انت خرجت امتى من السجن؟ من شهرين. يا سلام، ده الزمن وحش قوي. معلش، بكرة هتتعدل يا فاطمة وهتبقى معدن. انت دلوقتي تتقلب بالميات بالألوف. انا نسيت انت مين؟ عشان طب وقبل قصدك ايه؟ قصدي شريف، قصدي مصلحتك. أنا مش فاهمة حاجة. هي الخمرة تخلي الواحد ينسى نفسه؟ ما هو البركة فيك. عايزة تعرف انت مين؟ انت فاطمة هانم، مرات الدكتور أحد الفتاح، من كبار حكم البلد. فهمتي؟ وكمان ام الاستاذ سمير المحامي. هنغرق فلوس يا فاطمة، هنغرق فلوس. وهي فين الفلوس دي بقى؟ في جيب الدكتور احمد عبد الفتاح جوزك سابقا. واحمد ماله؟ الا ماله، ده ماله نص، ده ابو ابنك ما يرضاش انه يعيش في عز وبغدادة وانت بالشكل ده. وهو هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يساعدك، يخرجك على وش الدنيا بدل ما انت مدفونه بالحياه هنا. وهو هيعرف من ايه؟ انا مفيش حد يعرف عني حاجه ابدا دلوقت، حتى اسمي الناس نسيته. قولي له انتي. انا ده انا ينقطع لسالي. يا وليه يا وليه، فوق نفسك، ده انا جايب لك كنز، كنز. انا عندي اموت من الجوع، ولا انه يعرف انا عايشه ازاي دلوقتي. انا ميته في نظره، مش عايزه اتحرم من رحمه يطلبها لي. كلام فارغ اللي انت بتقوليه ده، ده كلام لا يوكل ولا يشرب. يا بنت الناس، حد يلاقي النعمه قدامه ويرفصها برجله؟ ابعد عني يا عباس، سيبني في حالي. على كل حال انت حره، انا هعمل الشغلانه دي لوحدي وخليك انت بعيد، وبعدين نبقى نقسم بالنص. شغلة ايه؟ هتقابل مع جوزك واتفاهم معاه، وهو كله نظر بقى. احمد هيطردك، احمد ما يكلمش واحد زيك. ساعتها يا ستي بلاش هو، اروح على طول للاستاذ سمير وتشوف بقى قلبه الحنين هيعمل ايه لما يعرف ان امه عايشه وما ماتتش زي ما قالوا له. انت ايه؟ انت ايه؟ انت مش بني ادم، ما عندكش دم يا شيخ، خاف من ربنا. مش كفايه اللي عملته فيا انا وسعاد؟ مش كفايه انك السبب في خراب بيتي؟ ده انا استحملت ده كله وقسيته علشان خاطر ابني. جاي دلوقت عايز نهدم كل اللي استحملته وقسيته؟ ده انت لو عملت كده موت نفسي قبل ما توصل له. كلام فارغ اللي بتقوليه ده. حرام عليك، انت عارف ظهوري في حياة ابني فضيحة، فضيحة كبيرة له. ليه عايز تحطم مستقبله وسعادته زي ما حطمتني؟ على كل حال فوتك بعافية بقى. مش هتروح له يا عباس؟ لا
ليه بقى؟ أنا حر. يعني ناوي تعملها؟ لكن ما عملتهاش أبقى عبيط. إذا كنت أنت يا بنت الناس مستغنية، أنا محتاج. دي فرصة ما تتعوضش يا عبيطة. مش هتخرج يا عباس. ده بيتهيألك يا فاطمة. قلت لك مش هتخرج. ابعدي عن سكتي بقولك. عشان يدافع عنك الأستاذ سمير عبد الفتاح. أسيبكم لوحدكم شوية عن إذنك. اتفضل. اتفضل استريح. اتفضل. افتكر ما عندكيش مانع اكون المحامي بتاعك. كتر خيرك يا ابني. انا ما طلبتش حد يدافع عني. ما هو لازم يكون في محامي يقف جنبك ده من مصلحتك. هتتعب روحك من غير فايده. انا قتلت واعترفت. مفيش داعي للياس. ولازم يكون في سبب خلاكي قتلتي. لا مفيش سبب. مفيش حد بيقتل من غير سبب. أرجوكي ما تخبيش عني حاجة أبدا. أنا جاي أساعدك. مش هتقدر. ليه لأ؟ مش جايز ألاقي طريقة أخف بيها الحكم عليكي؟ ومين عارف يمكن نوصل للبراءة. مفيش فايدة يا ابني. أنا مش فاهم ليه مش عايزة تتكلمي؟ ليه مش عايزة تدافعي عن نفسك؟ ليه مصممة على إنكار شخصيتك؟ يبقى في سر عندك أهم من حياتك. أرجوكي قولي لي إيه السر ده؟ مفيش أسرار. طيب بلاش. في حاجة واحدة عايز أعرفها. ايه اللي ودى عباس ابو الذهب عندك في البيت في الليله دي؟ كان عايز منك حاجه؟ هددك بشيء مثلا؟ ارحمني ارحمني. ما انت بسكواتك ده بتعرضي نفسك لحبل المشنقه. يشنقوني يعملوا فيا اللي هم عايزينه. انا عايزه اموت. ابو في ايدك. سيبني لحالي امر المعروف. يا ست العفو العفو. أرجوكي بس تفهميني. اعتبري إن إحنا أصدقاء. أنت مش متهمة وأنا مش محامي. اعتبريني مثلا بعرفك من زمان. احكي لي تاريخ حياتك، اشكي لي همومك. اعتبريني زي ابنك. اسمح لي امشي.
أنا تعبانة وعايزة أرتاح. أنا كان قصدي مصلحتك، لكن مع الأسف ما قدرتش أخليكي تتكلمي. أنت ليه مهتم بالقضية دي؟ عندي إحساس داخلي إنك مظلومة، وفي الوقت نفسه كان عندي أمل إن هبقى محامي كبير لو كسبت القضية دي، عشان أقدر أسعد إنسانة عزيزة عليا، خطيبتي. يا ريت تشوف قضية غير دي. دي قضية خسرانة يا ابني. على العموم أنا هأدي الواجب اللي عليا، وربنا معانا. افسحوا لي صدوركم. احنا افسحنا صدرنا خالص يا استاذ، لكن المتهمه مش عاوزه تساعدنا ولا تساعدك. ومع ذلك فلن اتخلى عنها. انها لو تكلمت لجعلت مهمتي سهله، وكل ما ارجوه منها الا ترد يدي الممدوده اليها وان تتكلم. انا هتكلم. عاوزة تقولي ايه؟ انا كنت ساكتة علشان احمي الناس اللي اعز عندي من حياتي ونفسي. انا كنت زوجة وام، وجوزي طلقني بسبب تهمة انا كنت بريئة منها. اخد ابني وسافر وحرمني منه، ولما كبر فهموا ان امه ماتت، ومرت السنين وابني كبر وبقى راجل محترم. وبعدين جالي عباس ابو الدهب طلب مني اننا نروح لابني وابوه ونعرفهم بنفسي علشان ناخد منهم فلوس. طبعا رفضت. لما رفضت هددني بانه هيروح لوحده ويكشف سري لابني. مسكت فيه، منعته، زقني، رماني على الارض. ساعتها ما حسيتش بنفسي، قتلته علشان احمي ابني من الفضيحه والعار. إذا كان كلامك ده صحيح، قولي لنا مين هو جوزك ومين هو ابنك؟ اتكلمي. قولي للمحكمة مين هو ابنك وجوزك. أرجوك تتكلمي. ما أقدرش أقول. مستحيل. يا حضرات المستشارين، لو كان كلامها صحيحاً لذكرت لنا اسم هذا الابن المزعوم. ولكن هل من المعقول أن تكون مثل هذه المرأة القاتلة المنحلة زوجة لرجل محترم أو أما لشاب مرموق تريد حمايته؟ إنها تريد اليوم أن ترتدي ثوب النبل والبطولة، فتزعم أنها قتلت لكي تحمي ابنها من التهديد. أين هو هذا الابن؟ أين هو هذا الزوج يا حضرات المستشارين؟ من هو؟ من عساه أن يكون؟ أنا. أنت مين؟ أرجو من المحكمة إنها تسمع شهادتي. عندك معلومات في القضية؟ أيوه، عندي الدليل على صحة كلام المتهمة. طب احلف اليمين. والله العظيم أقول الحق. اتفضل، عاوز تقول إيه؟ ما تقولش حاجة، اسكت أرجوك. اسكت أنت، خلي الشاهد يتكلم. سوف أروي للمحكمة قصة المتهمة لأني أعرفها وعندي الأدلة على كلامي. حضراتكم هتتأكدوا إنها زي ما قالت، كانت زوجة وفية وأم صالحة.
ولكن زوجها ظلمها ورماها في الشارع، ولما عرف انها مظلومه حب يصلح غلطته فدور عليها ما لقاهاش، اعتقد انها ماتت لحد ما شافها النهارده بتضحي بنفسها علشان تحميه وتداري عليه هو وابنه. تقدر تقول لنا مين هم جوزها وابنها؟ انا الزوج اللي ظلمها وابنها هو نفس المحامي اللي بيدافع عنها من غير ما يعرف انها امه. رفعت الجلسه. قد انتهى دوري يا حضرات المستشارين، وجاء دوركم لتقولوا كلمتكم العادلة في هذه السيدة المسكينة التي قست عليها ظروف الأيام فكانت حياتها سلسلة من الآلام والشقاء. إن التحقيق العادل الذي أجرته المحكمة بعد أن انكشفت أمامها الحقائق الأخيرة قد ألقى الضوء على حقيقة الحادث، ولم يبق لي إلا أن ألتمس منكم أن تستعملوا معها الرأفة إلى أقصى حد يبيحه القانون. إنني أطلب الرحمة لهذه السيدة، أطلبها باسم العذاب الطويل الذي احتملت، أطلبها باسم أعوام الفقر والجوع والحرمان، أطلبها باسم الأمومة التي دفعتها إلى إراقة الدم لكي تحمي ولدها. إنني أطلب الرحمة لهذه السيدة المسكينة، أطلبها لأمي. الحكم يصدر بعد المداولة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة فاطمة السيد الشهيرة بشمس بالحبس 6 أشهر مع الشهر. انت خلاص قضيتي المدة وهتخرجي معانا حالا دلوقتي. الحمد لله الحمد لله.